نروح إلى عالم تقلبات الجو وعلم الفلك وما هو الموسم اللي نعيشه. طبعا مع الفلك القدير عادل السعدون أبو حمد، حياك الله معانا وبارك الله يحييك. هلا والله، حيا الله الجمهور كله، السهل مبارك أبو حمد. أبو حمد، اسم الموسم اللي احنا نعيشه هذا أهم سؤال حاليا. حاليا العقارب. العقارب هنا العقرب الثالثة اللي هي عقرب الدسم، تستمر ل 21 مارس وبعدين يدش موسم الحميمين. حلو. والاسبوع هذا احنا نعيش برد العجوز. اي نعم. برد العجوز اللي اتكلم عنه كم يستمر؟ وهل ها هو اخر وقت البرد وينتهي؟ هو البرد العجوز هي اخر برده تجي في موسم الشتاء البارد. تجي في 10 مارس، تستمر لمدة 7 أيام، ولها يعني اللي يسمونها موسم الحسوم. فمثل يوم الآمر، الصنبر، يعني لها كل يوم لها اسم فيها. العادة هذه لما قبل الفترة هذه يصير الجو دافي، فلما يصير الجو دافي في ناس، طبعا احنا نتكلم عن قبل، حس في الدفء وما عنده الا الثوب او البشت يروح يبيعه، يقولون بياع الخبل على راحته. طبعا هذا الوصف قاسي لانهم ما يعرفون شنو وضع هذا الرجل اللي باعه وظروفه. ايه، لانه في الشتاء يكون عنده بشته او يشتري له بشت، لما يجي الوقت، لأن قبل ما في حكومة تعطي معاشات وكذا، يعني هو على رزق اللي يجي يوميا، يعني فيبيع البشت، هو مو خبل، هو محتاج يعني. نعم، أنت أبو حمد لابس شتوي عشان عارف إن الجو بارد. أدري عندكم جليد يعني. الله يمدك الصحة والعافية. هذا البرد، برد العجوز، راح يكون مثل ذكرت أنت 5 أيام، يعني تقريبا متى راح ينتهي؟ 7 أيام. 7 أيام متى راح ينتهي؟ وآخر برد خاص. هو شوف، المواسم هذه العادة ما لها يوم محدد يعني، بس مثل ما تقول عرفيا صارت نقول بعشرة ثلاثة، لكن هي تأخرت ترى يومين أو 3 أيام ودشت من يومين. فدائما ما كل سنة عن سنة يختلف يعني ما يجي، لكن أنت لازم تتقيد بالتواريخ اللي أنت ماشي عليها ولا يتغير، يصير فيها رياح شمالية باردة، تقلبات الريح. طبعا احنا قاعد نتأثر في المنطقة بشكل عام، يعني لما أقول بشكل عام يعني من تركيا، من إيران، العراق، سوريا وكذا، فصير هناك جبهات هوائية ويصير عندك ضغط مرتفع يؤدي إلى هبوب رياح شمالية تكون باردة. هذا السبب. سبب ثاني هو الآن احنا قاعد ننتقل من الشتاء إلى احنا نسميه مجازا صيف، بس هو الربيع، ما زلنا يعني لحد الان ما دشينا بالربيع، 21 مارس ندش في الربيع. فعمليه التحول الناس متوقعين انه صيف ندش، هو ربيع، هو ربيع بس بالنسبه لنا اذا صار حار نسميه صيف، ولا هو ربيع يستمر لحد شهر 6 فصل الربيع. فلهذا السبب التحول في درجات الحراره يؤدي الى ان مناطق الضغط الجوي تتغير مواقعها سواء منخفض او مرتفع وتؤدي الى هبوب هذه الرياح. نعم، ايضا ليش سموه العرب في برد العجوز اللي ينتهي ان شاء الله يعني في نهايه هذا الاسبوع؟ والله هناك كذا قول، يعني الحقيقه ما نقدر يعني نجزم فيه. احد الاقوال ان في واحده عجوزه في البر، ولما نتكلم في البر يعني هي شمال السعوديه مو جنوبها، لأن منطقة شمال السعودية باردة، كان عندها خرفان، فلما وقت بيع الخبل عبات اللي نسميه الدفع راحت جزت الصوف اللي عليهم فصار عريان. طبعا الصوف كان مهم بالنسبة لهم، كانوا يغزلونه ويسوونه بيت شعر، يسوونه ملابس إلى آخره، يعني كان مهم بالنسبة، ما يقطونه. جت برد العجوز، الخرفان ماتت من البرد، فقالوا هذه برد العجوز. في قول آخر أن في عجوز أيضا ما احتاطت لهذا الوقت وماتت من البرد، يعني هو بالنهاية من انتقال من دفء
إلى برد مؤقت يؤدي إلى أضرار. نعم، هذا يقودني للسؤال، عملية اختيار الأسماء المواسم والأيام في الفلك، من أين تتم عملية الاختيار؟ يعني هذه يمكن حادثة تراثية تاريخية، ولكن هل هذا كله يعتمد على مثل هذه القصص، اختيار المواسم وأسماءها؟ هو أغلب المواسم لها علاقة في النجوم وطلوعها. احنا بالكويت يعني كدولة تأسست من 300 سنة تقريبا، المواسم جبناها من السعودية، يعني أغلب مسميات المواسم، لأن يعني كان في عرب في الصحراء وفي البادية موجودين، اللي انتقلوا الكويت قبل 250، فانقلوا معهم أسماء المواسم وظلت مثل ما هي. لكن لو تلاحظ المواسم اللي في مناطق شمال الكويت، شمال السعودية والكويت، تختلف عن المواسم اللي في جنوب السعودية. صحيح، لأن هناك عندهم نظام مختلف للمواسم، حتى طلوع النجوم عندهم يفرق عنا احنا، مو نفس الجو مختلف، حتى الجو والجو مختلف، متأثرين في المحيط البحر العرب، المحيط الهندي. فطبيعي الإنسان لازم يسمي الشيء، لأنه ليش يسمي؟ لأنه هو حياته تعتمد على هذه. يعني الإنسان اللي عايش في الصحراء مثلا لازم يسمي المسميات الصحيحة، بحيث أنه يعرف متى يجي البرد، متى يروح البرد، متى يجي المطر، متى يطلع النبات. اللي على البحر يعرف متى يروح الصيد، متى يعرف مواسم الطيور إلى آخره. فلابد أن تضع مسميات لكل شيء، عشان أنه هي حياتك، حق الزرع والحرث والحصاد، كل هذا مرتبط بحياة الناس. نعم. الأسبوع الماضي بالتحديد الخميس والجمعة والسبت، يعني في تقلبات جوية صارت، أخبار حار الظهر، الليل برد، نوعا ما في أمطار خفيفة، رشت شوية أمس. أسباب هذه التقلبات الجوية أبو حمد؟ هو يعني شوف، في كثير من العلماء يقول لك بسبب الاحتباس الحراري تغيرت المواسم وأصبحت تتقدم. يعني في أوروبا مثلا كان وقت ظهور الزهور في شهر مارس تقريبا، منتصف مارس، الآن قاعد يتقدم وقت الزهور. ليش؟ لأن الجو أدفى من قبل. وقت بداية الثلوج اللي في أوروبا كان مثلا يبدأ شهر 11 أو كذا، قام يتأخر. فهني الزحزحة هذه بسبب ارتفاع درجات حرارة الأرض، اللي الحقيقة فعلا ارتفعت، يعني 5 سنوات الأخيرة سجلت أرقام قياسية ما سجلت من 200 سنة. أول مرة تسجل يعني في شهر 7 و8 و9 و10، حتى شهر 1. متوقعين زيادتها؟ متوقع زيادتها، اي نعم. طبعا هذا موضوعها آخر، ليش الاحتباس الحراري، يعني ما أعتقد في وقت احنا نتكلم فيها. حلقة ثانية إن شاء الله. حلقة ثانية. الله يعطيك الصحة والعافية، بارك الله فيك على تواجدكم معنا في برنامج. مشكور، كل الشكر والتقدير للفلكي عادل السعدون. راح نكون الآن مع زميل عبد العزيز درويش، والحديث مع السفير الإيطالي والعلاقة الكويتية الإيطالية بعد 60 عام.